مع واحد من نجوم كرة القدم، وهذه المرة عبر سكايب معانا ستانلي، واحد من نجوم الدوري المصري اللي تألقوا بشكل كبير جدا. البداية كانت مع وادي دجلة من 2014 ل 2016 وتألق لافت للنظر، ومن ثم الانتقال إلى نادي الزمالك. ستانلي مع وادي دجلة من صيف 14 لصيف 2016، لعب 66 مباراة، سجل 28 هدف وصنع 8 اهداف، وتدرب وقتها مع العديد من المديرين الفنيين، من ضمنهم كان باتريس كارتيرون المدير الفني اللي ظهر مع وادي دجله لاول مره، ومن بعد وادي دجله كان في النادي الاهلي، ومن بعد الاهلي حاليا هو في الزمالك. ستانلي ايضا مع نادي الزمالك كان من موسم 2016/17 على سبيل الاعاره، لعب 41 مباراه، سجل 12 هدف وصنع 4 أهداف، فاز مع نادي الزمالك ببطولة الكاس 2016 والسوبر المصري 17، وتدرب مع العديد من المديرين الفنيين في نادي الزمالك زي كابتن مؤمن سليمان، كابتن محمد صلاح، كابتن محمد حلمي. لونا نرحب بستانلي اللي موجود معانا عبر شاشة اون تايم سبورتس 2 وبرنامج جمهور التالتة. ستانلي اهلا وسهلا بيك وسعداء بوجودك معانا. أنا بخير وأشكرك وسعيد بوجودي معكم هنا. خلينا أسألك في البداية، تتعامل إزاي في ظروف جائحة كورونا؟ الأمور كانت صعبة كما تعلم، فعلا صعبة على الجميع ليس علي فقط، ولكن بالنسبة لي الأمر كان أكثر صعوبة لأنني بقيت هنا في المملكة العربية السعودية وليست عائلتي معي، ولم أذهب إلى بلدي أو بيتي طوال تلك الجائحة، ولكن الحمد لله ونحن على وشك أن نبدأ في التدريب. تقيم إزاي مرحلتك مع القادسية السعودي من وجهة نظرك؟ كل فريق يختلف عن الآخر، والبلاد والثقافات تختلف من مكان لآخر. كل مكان كنت فيه يختلف، من أوروبا إلى مصر، ومن مصر إلى المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات، ثم العودة للمملكة العربية السعودية. الأمور تختلف، ولكن أنا أعرف كيف أطهي طعامي، وأنا أتعود على كل الظروف، وأنا سعيد بما أنا فيه اليوم. صحيح. خليني أسألك بقى عن نادي الزمالك 2016-2017، انتقال من وادي دجلة بعد تألق كان لافت للنظر إلى صفوف الزمالك. خليني أسألك عن هذه الفترة تحديدا، تلقيك العرض من الزمالك، وأيضا كان هناك النادي الأهلي، كيفما نعلم كانت هناك مفاوضات مع النادي الأهلي. ايه اللي حصل خلال هذه الفترة من وادي دجلة وانضمامك الى الزمالك ومفاوضات الاهلي؟ في وادي دجلة كنا وسط عائلتنا، الكل يساعد بعضه البعض، وأدينا موسما رائعا هناك. ثم ذهبت إلى أجازة في نيجيريا، ثم تلقيت مكالمة من وكيلي ويقول لي أن الزمالك يريدني والأهلي يريدني، وقلت له أنت المسؤول، ثم هو من قام بالصفقة. وبعد كل شيء تناقشت كثيرا مع وكيلي هذا، وقررت أن أذهب إلى الزمالك لأن لي أصدقاء كثيرين هناك مثل شيكابالا وعمر جابر ومصطفى فتحي، أيضا كنا قريبين جدا من بعضنا البعض، وطبعا محمد كوفي كنا قريبين جدا، وكان علي أن أنتقل إلى الزمالك، وكان فريق كبير بالنسبة لي، وأنا كنت أعلم أنني سألعب هناك. وعندما انتقلت إلى الزمالك كانت الأمور جيدة جدا، وكانت تجربة لطيفة، وكنا نستمتع،
وكان دائما الجميع يتوقع مننا الكثير، وعلينا أن نفوز في كل مباراة، وهذا الفارق بين الفرق الصغيرة والفرق الكبيرة. بالفعل كانت تجربة جميلة جدا بالنسبة لي أني لعبت في الزمالك واستمتعت بوقتي هناك. هل أغلى هدف بالنسبة لستانلي مع نادي الزمالك هو هدفك في مرمى الوداد المغربي؟ هل تعتبره أنه الهدف الأغلى في مسيرتك؟ أعتقد أن كل هدف غالي وثمين طالما أنت تلعب في الزمالك، ولكن إذا سألتني عن أهم هدف هو الهدف الذي حققته أمام الوداد. لم نكن نلعب كرة جيدة في ذلك الوقت، وكنا نحتاج لهذا الهدف في هذه اللحظة فقط، وكنت محظوظا أنني وكنت موجودا هناك، ومرر لي أيمن حفني تمريرة حاسمة واستطعت تسجيل هذا الهدف. بالفعل كان هدف هام جدا، وأرى أن هذا هو الهدف الأهم والأفضل بالنسبة لي في الزمالك. صحيح. لماذا خسر الزمالك وقتها نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام سان داونز؟ ما هي الأسباب من وجهة نظرك إنجاز التعبير؟ أعتقد أننا في هذه الفترة خسرنا العديد من اللاعبين، 15 لاعبا أو 16 لاعبا، وكان هذا شيء صعب جدا. وكان معروف يوسف عدل موقعه، بدلا من منتصف الملعب يلعب ظهير أيسر، والعديد من اللاعبين غير موقعه في الملعب، والأمور كانت صعبة جدا. ثم المباراة الأولى التي لعبناها في جنوب أفريقيا كانت سيئة جدا، وخسرنا بثلاثة أهداف ولم نكن جاهزين بنسبة 100%. كان الكثيرون يعتقدون أو يتوقعون مننا أكثر شيء، ولكن الأداء كان سيء جدا. ولكن عندما عدنا فزنا بهدف، وللأسف أصبت بعدها بعد تسجيلي هذا الهدف، وخرجت من الملعب. ولكن لو بقيت كان الأمور قد تختلف. حققنا الهدف وفي وقت متأخر، وكان من الصعب أن نعود في المباراة. إذا لو كنا قد خسرنا بهدفين أو هدف في جنوب إفريقيا كانت الأمور ستكون أفضل، ولكن في نهاية الأمر هي تجربة جيدة ونتعلم من أخطائنا. ما الذي يميز نادي الزمالك عن أي نادي آخر احترف فيه ستانلي؟ هذا السؤال أجيب عليه بأن الزمالك في مسيرتي في مسيرتي المهنية كان الفريق الأفضل الذي لعبت به، لعبت له، وجماهيره كانت مدهشة جدا بالنسبة لي. الزمالك هو اسم كبير مثل ريال مدريد وبرشلونة، ومن الممكن وعليك أن تفوز بكل النقاط، والتعادل ليس شيء جيد في الزمالك. عليك أن تفوز في كل مباراة مهما أينما كنت تلعب، في ملعبك أو خارج ملعبك، دائما تلعب تحت ضغط، وهذه كانت أفضل تجربة في مسيرتي الكروية كلها، واستمتعت بها على الرغم من أنها كانت موسما واحدا، إلا أنني أعطيت كل شيء لدي، وكانوا هم يعاملونني بطريقة جيدة جدا، وأرى أن هذه التجربة هي الأفضل. لماذا لم تمتد المسيرة مع نادي الزمالك أكثر من موسم؟ وما هي ملابسات رحيلك عن نادي الزمالك؟ ونعلم أنك كنت قد جئت عن أو على سبيل الإعارة من وادي دجلة. نعم، جئت كإعارة للزمالك، ورغب الزمالك في استمراري معهم. نحن لاعبي كرة قدم، أنا لاعب كرة قدم، كل ما أعمله هو أن ألعب كرة قدم. المفاوضات تخص وكيلي، أنا ألعب كرة قدم فقط. وبالفعل كان لدي عرض من المملكة العربية السعودية، وسألني وكيلي أيهما
تريد؟ قلت له، قلت لوكيلي أن عليه أن يصلح هذا وهو من يأخذ القرار، لأن أينما كنت سألعب. ثم بدأت المفاوضات بين الزمالك ووكيلي، وانتهى بي الأمر إلى انتقالي للمملكة العربية السعودية. صحيح. من هو أقرب اللاعبين بالنسبة لستانلي في نادي الزمالك، ومن الذي تتواصل معه حتى الآن من لاعبي نادي الزمالك؟ أنا قريب جدا مع معظم اللاعبين، شيكيبالا، مصطفى فتحي، أيمن حفني، الشناوي، علي جبر، كلهم قريبين مني، ولكن أنا أتواصل دائما مع مصطفى فتحي وجنش والشناوي، نتحدث من آن لآخر، والبعض منهم نحن لا نزال نتحدث معا عندما يكون هناك وقت، وعندما يمر بعضنا بأوقات صعبة نتحدث على إنستغرام. بالفعل أنا أتبادل الحوار مع البعض وليس الكل أو الأكثر. كيف تابعت فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الترجي، الفوز على الترجي والصعود للسيمي فاينال بطولة أفريقيا، الفوز بالسوبر المحلي خلال الأشهر الماضية ما قبل فيروس كورونا؟ هل تابعت النتائج المباريات؟ سأكون أمينا جدا معك، أنا أينما ألعب أنا لا أترك البلد كلها، ولكن أتابع ما كنت ألعب فيه سواء في الإمارات أو في مصر، أتابع كل الفرق التي لعبت لها، وحتى طبعا الزمالك إذا كانت هناك مباراة للزمالك ولدي وقت لا أتدرب، أتابع كل المباريات. وكنت سعيدا جدا أن الزمالك أجرى تغييرات كبيرة في الفريق واستدعى لاعبين كبار من تونس ومن كل مكان، وبالفعل كل شيء كان رائعا جدا، واستمتعت في هذه الفترة السابقة على فيروس كورونا، وأنا دائما أشاهد مبارياتهم وأتمنى لهم حظا طيبا دائما. يمكن استنلي انت تدربت مع كارتيرون وهو في وادي دجلة، او حينما كنت انت لاعبا في وادي دجلة، ما الذي يميز هذا الرجل من الناحية الفنية، وهل ترى مستقبله مع نادي الزمالك اكثر نضوجا، اكثر فوزا بالبطولات مثل ما فاز ببطولتين في فترة وجيزة؟ اي نعم هم بطولتين من مباراة واحدة، ولكن اتحدث عن المجهود الواضح في المستوى التكتيكي للفريق خلال اللقاءات ايضا المختلفة. كارتيرون مدرب يتمتع بخبرة كبيرة ويمارس مهمته منذ فترة طويلة، يمكن قراءة المباراة وقراءة اللاعبين. عندما ذهب إلى الأهلي تلقيت محادثتين من زملائي في الأهلي، سألوني عن كارتيرون، قلت لهم أنه شخص جيد وعليكم أن تعطوا كل ما لديكم، وإذا أديتم في التدريب بشكل طيب ستلعبون في المباريات، لأنه كان كذلك في وادي دجلة. إذا تدربت جيدا، هو يؤمن بأنه إذا تدربت جيدا فإنك ستؤدي مباريات جيدة. إنه يعرف اللاعب إذا كان اللاعب ليس في حالة طيبة أم لا، من يريح اللاعب ويتعامل معه وكأنه يستفيقه. بالفعل على المستوى التكتيكي فعلا مدرب رائع، أعتقد أنه يأخذ الزمالك إلى مستويات أعلى بسبب خبرته الكبيرة وأنه يعلم ما يفعله. من لاعبي الأهلي سأل عن كارتيرون، ولماذا لم يوفق مع النادي الأهلي إنجاز التعبير؟ لماذا لم يوفق مع الأهلي؟ كما قلت من قبل، الأهلي الزمالك هو فريق للفوز
عليك أن تفوز دائما. على سبيل المثال في الزمالك أو الأهلي يتماثلان مع ريال مدريد وبرشلونة، يفوزون 10 مباريات كسلسلة، وإذا خسروا مباراة أو تعدلوا مباراة تبدو وكأنهم خسروا كل المباريات، ويشعرون بشكر ويشعرون بسوء شديد، ويقولون أنه كان يجب علينا أن نحقق الفوز، علينا كان يجب أن نحقق الفوز من أجل جماهيرنا. هذا هو أمر الفرق الكبيرة. إذا أعطيت بعض الفرق إذا أعطينا بعض المدربين فرصة لكي يفوز ويتعادل ويهزم، أن يعطى له وقت، أعتقد أنه يؤدي بأفضل. إنه خسر مباراة فخسر بطولة فنغير المدرب، هذا يحدث في الزمالك أيضا، أن يخسر مباراة أو مباراتين ويستغنون عن المدرب. والطلب الدائم دائما هو أنه يجب على المدير الفني أن يحقق الفوز دائما. هذا حال الفرق الكبيرة، هذا حال الفرق الكبيرة. وفي بعض الأحيان لا يساعدك الحظ، ربما كان هذا هو السبب. أنا لا أعرف تحديدا ما الذي حدث، ولكن هذه رؤيتي، أنه فاز أو مباراة أو مبارتين، ولكنه حقق الفوز في الكثير، وهذا هو رأيي كما قلت لك. حسب ما أعرف أنك لازلت في عامك 30، وتتمتع ما زلت تتمتع بلياقتك البدنية وبسرعاتك، وده اللي هيدفعني أن أنا أسألك، هل ترغب أن تعود مرة أخرى في العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الزمالك وسط هذه الكوكبة من النجوم كما ذكرت واللاعبين الدوليين على المستوى المصري أو على المستوى التونسي أم لا؟ كما أقول لك دائما، كرة القدم مجنونة بالفعل. أنا عندي 30 عاما، أنا لا أفقد لياقتي البدنية، أنا لاعب محترف، حتى أثناء الكورونا دائما كنت أحافظ على مستواي في اللياقة البدنية. كرة القدم تأخذك في أي مكان، في أماكن لا تتوقع أن تكون فيها. بالفعل لدي خبرة كبيرة في مصر، وإذا أردت أن أعود إلى مصر ووكيلي قال لا مانع، فلما لا، أنا جاهز للعودة، أنا أستمتع فيما أنا فيه الآن وأرى ما سيحدث، ولكن أن أعود إلى الزمالك ومصر لن تكون فكرة سيئة. آخر سؤال، كيف ترى أجاييه مع نادي الأهلي؟ كيف تقيم مستواه مواطنك النيجيري أجاييه؟ هذا اللاعب يؤدي الكثير في الأهلي، وأعتقد أنه إذا كان لاعب يلعب في الأهلي دائما، يبدأ دائما في التشكيلة الأساسية لسنتين أو ثلاثة، فهذا معناه أنه لاعب رائع جدا، لأن هذه الفرق الكبيرة في هذه الفرق الكبيرة أن تحافظ على مستواك، عليك أن تكون لاعب متميز جدا وأن تحافظ على مستواك. أرى أنه لاعب ذو خصوصية أو لاعب ذو طابع خاص أو طراز خاص، انظر إلى ما يفعله وما يقوم به في هذه المباريات المتلاحقة، هو لاعب رائع. وأنا لا أقول هذا لأنه صديقي، ولكن لأن هذه هي الحقيقة. صحيح. آخر حاجة، كيف هي العلاقة بينك وبين وكيلك يحيى علي، وهو واحد من الوكلاء المشهود لهم بالكفاءة؟ أنا لا أقول على يحيى أنه وكيلي، أقول أنه أخي. نحن لا نعمل من خلال أوراق، وأنا أوقع على أوراق معه، إنه كأخي. إذا لم يكن هو وكيل جيد، أقول أنه هو الأفضل بين الوكلاء، أنه يوجه لي النصائح الصحيحة والنصائح الأمينة منذ أن قابلته، وكان دائما على الصواب، دائما كان يقول الشيء الصحيح. من الممكن أن يقرر شيء بالنسبة لي وأنا لا أفكر بعده أبدا، لأنني أعرف أنه دائما على صواب، إنه شخص جيد جدا.
ستانلي انا بشكرك شكرا جزيلا، انت واحد من اللاعبين اللي سايب انطباع ايجابي جدا جدا في الدوري المصري، سواء تجربتك المميزه والمحترفه جدا في وادي دجله او انضمامك وانتقالك الى صفوف نادي الزمالك، تركت انطباعا ايجابيا كبيرا لدى جماهير نادي الزمالك وجماهير مصر كلها بالضروره نظرا لخبرتك وعملك معنا في الدوري المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار وبتمنى لك كل توفيق. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا بهذه المقابلة. شكرا جزيلا.